بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هناخد سيشن اقصر شويه من السيشن الاولاني، ولو طبعا اتكتب بحق ربنا كان بقى اطول منه 20 مره صراحه. هو البلاد سبلاي بتاع الابر ليمب، بس انا في البلاد سبلاي بتاع الابر ليمب هركز جاست اونلي على بيجنينج كورس اند ونيم اوف برانشز. لكن حته البلاد سبلاي ده يا اولاد يعني او يا بنات بالامانه ممكن تتاخد فيها محاضرتين ثلاثة، لأن كل أرتري فيه تفاصيل غير عادية. لكن إحنا بناخد شورت كده، شورت ريزيومي، والناس اللي إن شاء الله بإذن الله هيكملوا معانا بقى ماجستير دكتوراه هنقول لهم ما قاله مالك في الخمر. يعني مالك قال إيه في الخمر؟ ما أعرفش يعني، بس أكيد قال حاجات كتيرة وحشة. فعندنا هنا إيه الأرتريز بتاعت الأبر ليم؟ الحقيقة إن أنا كان عندي أرتري اسمه ساب كلافيان، دخل الابر ليم وغير اسمه بقى اسمه اكزيلاري. الاكزيلاري ساب الاكزيلا فغير اسمه بقى اسمه بريكل. شوفوا لاحظوا ان هو ارتري واحد بس انا كل شويه قاعد بغير باسمه. ليه بعد بعمل العمله السوداء دي كلها ليه؟ عشان اعرف ادرس يعني. يبقى الارتري كان اسمه بريكيال، دخل الاكزيلا بقى اسمه اكزيلاري، دخل الارم بقى اسمه بريكيال. بريكيال يعني ارم. في الكيوبيتال فوسا انقسم انتو تو تيرمينال برانشز اسمهم ميريديال والنر. برافو يا منى. يبقى هنا يبقى هجيب لك احمد، انا عارف خلاص قريب يعني. يبقى عندنا هنا بريكيال ارتري انقسم انتو تو تيرمينال برانشز اسمهم ميريديال والنر ارتريز. يبقى عندي في الابر فور ارتريز. ايه الفور ارتريز اللي هم موجودين بقى؟ يبقى axillary artery, brachial artery, radial artery, ulnar artery. يبقى الابر فيه اربع ارتريز اساسيين وفي كذا ارشز موجودين في الهاند. طيب يبقى ناخدهم ان شاء الله باذن الله. اول ارتري اسمه axillary artery. الاكزيلاري ارتري بيبتدي البيجيننج عند الاوتر بوردر اوف فيرست ريب. ايه ابتدى عند الاوتر بوردر اوف فيرست ريب؟ ده الكونتينيويشن اوف سب كلافيان ارتري. يبقى ابتدى عند الاوتر بوردر اوف فيرست ريب، ده تكمله السب كلافيان ارتري. الكورس بتاعه بتيجي عضله اسمها بيكتوريس ماينور، شايفينها؟ بتقسمه انتو 3 بارتس. بارت فوقيها، بارت دي بليها، بارت تحتيها. يعني حتى الاجزاء اللي بترجع تقسمها يا دكتور. اه طبعا، لان الدراسه مهمه. وده سؤال ام سي كيو مشهور قوي يا بنات. يقول لي الماسل which divides اللي هو الاكزيلري ارتري انتو 3 بارتس از، مفيش حد بيعرف يجاوبها في الامتحان، اسمها بيكتوريس ماينور. لكن النهاية بتاعته عند اللور بوردر اوف تيرس ميجور. شفت بقى اللخبطة؟ يبقى العضلة اللي قسمته انتو 3 بارتس كان اسمها ماينور، ماينور بيكتوريس. بينما العضلة اللي انتهى عندها اسمها ميجور، ميجور تيرس. يبقى بيكتوريس ماينور قسمته انتو 3 بارتس. أما عند اللور بوردر اوف تيرس ميجور غيرت اسمه وسميته بريكيال ارتري. خدوا بالكم، واحد ممكن يقول لي او واحده تقول لي ما هو ارتري واحد يا دكتور. ما انا عارف ان هو ارتري واحد، وفي علم ربنا ان هو حاجه واحده، لكن البشر قسموا. طب التقسيمه بتاعتهم ليه؟ علشان نعرف ندرس، عشان نعرف ندرس الحاجه بتاعتنا، وعشان كل جزء بيبقى يتعلق بيه امراض. يبقى عندنا الاكزيلاري ارتري، ارتري اوف اكزيلا، موجود في الاكزيلا. شايفين هنا ادي البريكيال بلكسس اللي لونها اصفر دي، وعندنا هنا الارتري اللي اسمه اكزيلاري ارتري. يبقى عندنا هنا الاكزيلاري ارتري ابتدى عند الاوتر بوردر اوف ريسبت، كان تكمله السب كليفين ارتري. جت عضله اسمها بيكتوراليس ماينور قسمته انتو 3 بارتس، انتهى عند اللور بوردر اوف تيرس ميجور، غيرت اسمه وسميته بريكيال. طب يا ترى بيدي برانشز؟ بيدي ست برانشات، واحد اتنين تلاتة. والله ما هندرس غير اساميهم وبس. رؤوس اقلام، زي ما انت دايما يا روتا تقولي، كل ما قابل روتا تقولي يا دكتور رؤوس اقلام على طول يعني.
يبقى عندنا هنا الفيرست بارت بيتي ارتري اسمه سوبيريور ثوراسيك ارتري. يبقى الفيرست بارت بيدي ارتري واحد. السكند بارت بيدي تو ارتريز. ارتري اسمه اكروميو ثوراسيك. ساعات بعض الناس يقلبوا يقولوا يسموه ثراكو اكروميا. وارتري اسمه اللاترال ثوراسيك. لو انتوا ركزتوا شويه هتلاقوا الفيرست والسكند بارت بيدي برانشات كلها اسمها ثوراسيك ثوراسيك ثوراسيك. الفيرست بارت ات سوبيريور ثوراسيك. السكند بارت بيدي برانشين اكروميو ثوراسيك ولاترال ثوراسيك. على فكره اللاترال ثوراسيك ده واحد من الارتريز المحترمه في الفيميل، لان الفيميل بتتميز عن الميل في ايه يعني؟ دايما الميل هم المميزين، ما اقصدش حاجه يعني. إيه الفيميل بتتميز بوجود البريست بتاعها، فده واحد من المين بلاد سبلاي بتاع البريست، يعني الارتر ده في الفيميل محترم جدا يعني. قصدك ايه يا روتا؟ انا حاسس ان انت بتضحكي، يعني قصدك ان الفيميل مميزه عننا في حاجات كثيره؟ إيه وانا في البيت بقول اه صراحه، المهم يعني. يبقى عندنا هنا الثيرد بارت. الثيرد بارت بيدي 3 برانشز. انتيريور وبوستيريور سيركمفلكس هيومرال. سيركمفلكس يعني بيلف. هيومرال يعني حوالين الهيومرس. انتيريور وبوستيريور سيركمفلكس هيومرال بيلف حوالين السيرجيكال نك. وارتري اخير اسمه ساب سكابيولار ارتري. يبقى انتيريور وبوستيريور سيركمفلكس هيومرال وساب سكابيولار ارتري. ما هي البرانشز بتاعت الاكزيلار ارتري؟ الفيرست بارت بيدي برانش، السكند بارت بيدي برانشين، الثيرد بارت بيدي ثلاث برانشات، يبقى واحد اثنين ثلاثه. يبقى الفيرست بيدي واحد، السكند بيدي اثنين، الثيرد بيدي ثلاثه. الفيرست بارت بيدي سوبيريور ثوراسيك ارتري. السكند بارت بيدي اكروميو ثوراسيك ولاترال ثوراسيك ارتريز. الثيرد بارت بيدي انتيريور وبوستيريور. circumflex humeral وساب scapular artery. يبقى الاكزيلر artery واحد اثنين ثلاثه. واحد الفيرست بارت بيدي سوبر ثوراسك، السكند بارت بيدي اكروميو ثوراسك ولاترال ثوراسك، الثيرد بارت بيدي anterior وبوستيريور circumflex humeral وساب scapular artery. يبقى ده اول artery كان موجود عندنا اسمه اكزيلاري ارتري. تاني ارتري موجود عندنا بقى اسمه بريكيال ارتري. اكيد بدايه البريكيال ارتري هي نهايه الاكزيلاري ارتري. البريكيال ارتري بادي عند اللور بوردر بتاع التيريس ميجور يا ولاد. سوري يا بنات. تكمله الاكزيلاري ارتري. البريكيال ارتري ده بينتهي في الكيوبيتال فوسا، بينتهي بينقسم لبرانشين الريجيال والالنر ارتري. يبقى بينتهي في الكيوبيتال فوسا، تنسن ذا كيوبيتال فوسا باي ديفايدنج يس ترمينيشن اشوش يعني. اي لاف يو اشوش. يبقى عندنا بينتهي في الكيوبيتال فوسا باي ديفايدنج انتو ريجيال والنر ارتري. يبقى البدايه بتاعتي عند اللور بوردر اوف تيرس ميجور، والنهاية بتاعتي في الكيوبيتال فوسا بينتهي by dividing into two terminal branches radial و ulnar artery. زي ما انتم شايفين كده الارتر ده من اكتر الارترز اللي احنا بنستخدمها في الطب. بنستخدمها علشان نقيس بيها البلاد بريشر. دايما لما بتحطوا السماعه السيستوسكوب بتاعكم بتحطوه على البريكيال ارتري بيبقى موجود تحسوا التندون بتاع البايسبس، وبعدين تلاقي الارتري موجود ميديال للتندون يعني. ايه البرانشز اللي بيديها بقى؟ بيدي نيوترانت وماسكولار برانشز. يعني ايه كلمه نيوترانت؟ يعني ايه ماسكولار؟ نيوترانت يعني للعظم، ماسكولار يعني للعضلات. نيوترانت يبقى تو ذا هيومرس وماسكولار تو ذا ماسلز. وبيديني تو ارتريز، والتو ارتريز دول بيدخلوا في الانستموزس اراوند الالبو. الكلمه الكبيره دي سمعتوا الكلمه دي قبل كده ولا لا؟ كلمه انستموزس حد سمعها؟ انستموزس يعني ايه؟ يعني الارتريز اللي موجوده جنب بعضيها بيعملوا شبكه كوميونيكيشن بتوين النيبرنج ارتريز. الارتريز برافو يا جوجي.
يبقى كوميونيكيشن بتوين النيبرنج ارتريز بالحلال يا عشوش بالظبط. اتنين بيحطوا بقهم في بق بعض لان هي ظاهره اسمها ظاهره التفمم، فم قدام فم بس بالحلال. اشقوش جابت النهايه، اشقوش دي كويس طالبه مجتهده جدا، واضح انها ما بتنساش اي كلمه انا بقولها. يبقى عندنا هنا superior و inferior ulnar collaterals. كلمه collateral يعني مصاحب، مصاحب للالنر نيرف. superior و inferior ulnar collaterals دول مصاحبين مع الالنر نيرف، بيدخلوا في الاستموزس اراوند الالبو. ان شاء الله لو كان في العمر بقيه ودرست لكم في يوم من الايام الاناتومي بتاع سنه 5 و6 في السيرجري، هناخد موضوع مهم قوي اسمه انستموزيس، موضوع بيهمهم قوي في الجراحات انستموزيس. يبقى عندنا هنا يبقى ساكنين مهللين يا رضا. يبقى عندنا هنا superior و inferior ulnar collaterals. يبقى انا كان عندي اول برانشين اسمهم نيوترال تو ماسكولار، والبرانشين اللي بعدهم اسمهم superior و inferior ulnar collaterals. بيدي ارتري خامس واخير وده مهم جدا جدا، ده ماشي على الباك، ماشي في السبايرال جروف، ماشي مع النيرف اللي لسه كنا حالا قايلينه اللي اسمه ريديال نيرف، اسمه بروفاندا بريكياي. ولما اسمع كلمه بروفاندا يعني عميق، لما قلت فليكسور ديجيتورم بروفاندس، كلمه بروفاندا يعني حاجه عميق، بروفاندا بريكياي، بريكياي يعني بريكيال، بروفاندا بريكياي. ده بيبقى ماشي مع الريديال نيرف في السبايرال جروف علشان يدي الماسلز بتاعت الباك، وبرضك بيدي برانشز بتدخل في الانستموزس اراوند البو منهم الانتيريور والبوستيريور. يبقى عندنا هنا باختصار، يبقى عندنا البريكيال ارتري. بشرب شاي بقى، بس انا مش اديت لكم بريك عشان تشربوا اي حاجه. يبقى البريكيال ارتري باجي عند اللور بوردر اوف تيريس ميجر وبينتهي في الكيوبيتال فوسا، بينقسم انتو تو تيرمينال برانشز ريجر والعلم، وبيدي 5 برانشز نيوترال تو ماسكولار. لما اقول نيوترال تو ذا بون، ماسكولار تو ذا ماسكل، نيوترال تو ماسكولار، وبيدي 2 كولاترالز. التو كولاترالز دول enter in anastomosis around the elbow superior ulnar collateral و inferior ulnar collateral، وبيدي artery خامس اسمه profunda brachii artery، deep brachial artery، profunda brachii artery ده للباك بتاع الارض، بيمشي في السبارال جروب مع الرجال. نعم. يبقى ده تاني ارتري موجود عندي. اول ارتري كان اسمه اكزيلري، تاني ارتري اسمه بريكيال، تالت ارتري اسمه ريديال. قلنا بيبتدي في الكيوبيتال فوسا، واحد من التو تيرمينال برانشز بتاعت البريكيال ارتري. الارتري ده بيمشي يا اولاد، سوري يا بنات، في الفرانتيا نونا بتاع الفور ارم. فاكره يا نونيتش الكلام ده؟ ولا انت جهاد؟ جهاد انت فين يا جهاد؟ يبقى عندنا هنا ماشي في الفرانت بتاع اللي هو الفور ارم، وفي عندي حته لاند مارك موجوده من تحت. ايه؟ بيبقى كفرد بالسكن وديب لي البون، فعشان كده بنستخدمه في البالس. ده ارتري كويس. بالظبط كده يا نوره، يعني التيرمينيشن بتاع البريك يعني يبقى بدايه الريدير والالر ارتريز، يبقى بستخدمه في البلس. برافو يا احلام، احلام متفوقه على نفسها النهارده. يبقى ده الارتر اللي انتوا دايما بتستخدموه في البلس، تحطوا صباعين او ثلاثه بس مش منهم الثمب طبعا، وبتحسوا الريديال بالس. طبعا اشهر ارتري في الطب. يبقى البريك كان علشان البلاد بريشر والريديال علشان البالس. بعد كده بيروح لافف ورا وبيعدي في حاجه اسمها اناتوميكال سناب بوكس، وجبناها في الامتحان عشان تعرفوا ان الابر منفذ على بعضيه. الارتر اللي كان موجود في الاناتوميكال سناب بوكس اسمه ريجيال ارتر، وبعدين راح رجع للفرانت اجين وعمل لي ارش اسمه ديب بالمر ارش. يبقى انتهى بقى اسمه ايه؟ ديب بالمر ارش. يبقى الريجيال ارتري
the smaller of two terminal branches of brachial artery. يعني ده البرانش الصغير بتاع البرانشال ارتري مش الكبير. انا كنت فاكر في الطب انه علشان بنحس البالس بتاعه يبقى هو الكبير، لا هو كبير في المقام مش كبير في الحجم. يبقى بادي في الكيوبيتال فوسا تكمله البرانشال ارتري، وبعدين بيكمل الاول في الفرونت يمشي في الانتوبيكال سناب بوكس، وبعدين يرجع للفرونت اجين ويبقى اسمه ديب بالمر ارش. طب ايه البرانشز اللي هو بيديها؟ البرانشز اللي هو بيديها عندنا نمره واحد، هو بيدي ثلاث تلاتات، بيدي تسع برانشات. واحد يقول يا دكتور اسامي البرانشات دي كتيره شويه. وخدوا بالكم ان احنا هيجي لنا في الامتحان القادم ان شاء الله باذن الله في بيبر ريتن، يعني فالبيبر ريتن دي هيبقى فيها سؤال نيرف، هيبقى فيها سؤال ارتري، هيبقى فيها سؤال ماسل، وفيها سؤال الله اعلم بيه ايه، اربع اسئله اناتومي واحد في الشورت. عشان كده الحاجات دي لازم هنعرفها ان شاء الله باذن الله. وبعدين في النهايه ده اقل القليل، والله الله ربنا هو اللي عالم. انا في مرات كنت اقعد ساعه اشرح في الريجيال ارتري لوحدي، فاحنا بنختصر العلم. فمعلش يعني انا عارف انا من جوايا قلبي بيتقطع مع اسامي البرانشات دي، بس اعمل ايه؟ لازم نعرفها، ده المينيمم بتاعنا، ما ينفعش نطلع دكاتره من غير المينيمم. معلش 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 كويس، زعلتك انا يا روتا مش كده؟ خلاص هصالحك، جيبي لي شوكولاته. يبقى عندنا هنا بقى ايه البرانشات اللي بيديها ثلاث تلاتات؟ اول ثلاثه بيديها في الفور ارم، وتاني ثلاثه بيديها في الباك اوف هاند، وتالت ثلاثه بيديها في البالم. يبقى ثلاثه ثلاثه ثلاثه. اول ثلاثه ارتري اسمه ريديال ريكارنت، ريكارنت يعني عائد، بيدخل مره ثانيه في الانستموزس اراوند ال. وتاني ارتري وتالت ارتريز دول بيدوا ارشات هناخدها، سوبرفيشال بالمر برانش وانتيريور كاربال ارتري، ده بيدخلوا في عمل حاجه اسمها ارشز. هناخد دلوقتي ان شاء الله في الاند ان احنا عندنا اربع ارشات. فعندنا هنا الارشات اللي موجوده في الهاند اللي هناخدها حاجه اسمها سوبرفيشال ودي بالمر ارشز انتيريور وبوستيريور كاربال ارشز. هو بيدخل في تكوين تو ارشز. ايه تو ارشز اللي هم موجودين؟ سوبرفيشال بالمر ارش وانتيريور كاربال ارش. يبقى البرانشات اسمها سوبرفيشال بالمر برانش وانتيريور كاربال برانش. يبقى اول ثلاثه موجودين، الثلاثه الاولانيين اللي هم دول، اول ثلاثه موجودين ريديال ريكارد، ادي واحد. اثنين انتيريور كاربال ارش او ارتري سوبرفيشال بالمر ارش. بعد كده يروح لفف لورا، شايفين اهو لف لورا، لف لورا لورا، لف في الحته دي في الانتوميكال سناب بوكس، يدي ثلاث برانشات اقل اهميه صراحه. دورسال ديجيتال ارتري بالثم، فيرست دورسال ميتاكاربال ارتري اللي هو ده، بوستيريور كاربال ارتري. يبقى ثلاث برانشات، بيدي الصباع ونص دول من ورا، دورسال ديجيتال ارتري ده بالثم، فيرست دورسال ميتاكاربال ارتري اللي هو ده، بوستيريور كاربال ارتري. لكن لما بيرجع للفرونت اجين بقى بيدي ثلاث برانشات مهمين، دول مهمين. اول ارتري اسمه برينسيبس بوليسيس، برينسيبس يعني برينسيب يعني اساسي، بوليسيس يعني ثمب، ريدياليس انديسيس، ريدياليس انديسيس، ريدياليس كلمه ريدياس يعني لاترال، انديسيس يعني اندكس. اول مره وانا بدرسهم في الطب من حوالي 25 سنه بس كده، يعني سنه 85 لما كنت بدرس طب، سوري من 26 سنه وانا بدرس الطب يعني، افتكرت ان الناس بيحذروا يعني كويس. 25 سنه ايه، 36 سنه ولا حاجه سوري يعني. ف افتكرت ان الناس بيحذروا، انا سمعتهم اول مره في حياتي كان سنه 85 يعني او 84 حاجه زي كده. فقلت ايه ده، دي اسامي ماسلز، برنسبس بوليسز وريدياليس انديسز دي اسامي ماسلز، لكن يعني هم طلعوا ارتريز، برنسبس بوليسز وريدياليس انديسز ودي بالمر ارش. لو انا جيت سالت اي حد فيكم دكتور كبير دكتوره كبيره وقلت لها ازاي بتحس الريديال بالس، ازاي بتحس الريديال بالس، هتقول لي انا بحسه بالاندكس والميدل والرينج فينجر يا دكتور. طب ليه ما بتحسوش بالثامب؟
يعني ايه الواحد؟ انا كنت دايما اقول ايه الثمب بقى احسن، الواحد لو حطه يحسه. has its own pulse. يعني ايه بقى الكلمه دي يا جودي او يا جوجي؟ يعني ايه دي الاون بالس بتاعه؟ علشان البرنسبس بالس. اتس اون بالس يعني برنسبس بالس. ولو انا قعدت اسال كمان شويه واحد بيقول لي برضك انا مش فاهم يعني ايه. بصوا يا بنات، لو انا حطيت الثم على الريديوس بتاع عيان علشان احس الريديوس بالس، وممكن اقعد احس اقعد اعد اللي هو البالس، قول بص بقى البالس بتاع العيان ده 70، وتصدقوا العيان يبقى ميت؟ يعني كويس العيان يطلع ميت، انتوا قاعدين، امال انا بحس البالس بتاع مين؟ بتاع نفسي. نجيب انا كده بعد البالس بتاع نفسي. يبقى عندنا هنا، يبقى انا علشان ما احسش البالس بتاع نفسي واعد البالس بتاع نفسي واطلع كويس ان كل حاجه بعملها لنفسي وما عملتهاش للعيان، ما بستخدمش اللي هو الثامب. ليه؟ علشان البرنسبس بوليسز ارتري. الكلمه اللي كان يقولها لكم في الكلينيكال it has its own pulse، يعني برنسبس بوليسز، يعني انا هحس البالسيشن بتاع برنسبس بوليس. يبقى ما هي البرانشز بتاعت الريجيال ارتري؟ تسعه، ثلاث تلاتات. اول ثلاثه ريديال ريكارنت انتيريور كاربال ارتري سوبرفيشال بالمر ارتري. انتيريور كاربال ارتري سوبرفيشال بالمر ارتري. لما يرجع في الاناتوميكال سناب بوكس من ورا يدي ثلاث برانشات. دورسال ديجيتال ارتري للثم. الفيرست دورسال ميتاكاربال ارتري. والبوستيريور كاربال ارتري. يطلع لقدام يدي ثلاث برانشات. برنسبس بوليسز ريديالس انديسز والديب بالمال ارش اللي انا قلته من الاول. اخر ارتري موجود فيهم اسمه النر ارتري. شفتوا هم اربعه سلايدز كل واحد بارتري وخلاص. النر ارتري ابتدى فين؟ في الكيوبيتال فوس. ده البرانش الكبير بتاع بريكال ارتري. انتهى بقى اسمه سوبرفيشال بالمر ارش. يبقى خدوا بالكم انا عندي حاجه اسمها ديب بالمر ارش وسوبرفيشال بالمر ارش. الديب بالمر ارش اللي عمله الراديال وبيكمل بالالنر، عكس السوبرفيشال بالمر ارش اتعمل بالالنر ويكمل بالراديال. يبقى تاني انا عندي ارشين موجودين في البالم في كف الايد، واحد اسمه سوبرفيشال يعني سطحي، واحد اسمه ديب يعني عميق. السوبرفيشال بالمر ارش اتعمل بالالنر وبيكمل بالراديال ببرانش من الراديال، عكس الديب بالمر ارش. الديب بالمر ارش اتعمل بالراديال وبيكمل بالالنر. يبقى انا باختصار المعلومه دي مهمه هنجمعها دلوقتي. يبقى عندنا دلوقتي تو ارشز موجودين في الهاند، سوبرفيشال وديب. السوبرفيشال بالمر ارش اتعمل بالالنر، الديب بالمر ارش اتعمل بالراديال. يبقى الالنر ارتري والريجيال ارتري البدايه بتاعتهم واحده في الكيوبيتال فوس. طب النهايه الريجيال ارتري انتهى بقى اسمه ديب بالمر ارش، والالنر ارتري انتهى بقى اسمه سوبرفيشيال بالمر ارش. سوبرفيشيال بالالنر والديب بالريديال، بس بيكملوا بالارتري التاني عشان كده عايزين قاعد بركز عليها اهو. السوبرفيشيال بالمر ارش يا نوره بالالنر، والديب بالمر ارش بالريديال، والارتري التاني يكمل كده فتفوتها يعني. يبقى عندنا هنا البدايه والنهايه بتاعت البريكل والريجر والالنر ارتري. الريجر والالنر ارتري البدايه بتاعتهم واحده في كيبتال فوس، النهايه بتاعتهم الريجر ارتري بعد ما كان في الاناتوميكال سناب بوكس دخل البالم تاني بقى ديب، اسمه ديب بالمر ارش، جاي من الاناتوميكال سناب بوكس بقى ديب اسمه ديب بالمر ارش. اما الالنر ارتري بقى سوبرفيشال بالمر ارش. طب ايه البرانشات اللي بيجيها الالنر ارتري؟ بيجي نمره واحد two arteries فوق و two arteries تحت. ال two arteries فوق اسمهم ulnar recurrent anterior posterior، و two arteries تحت anterior posterior carpal arteries. يبقى اتنين recurrent فوق واتنين تحت. اتنين recurrent فوق anterior posterior ulnar recurrent، و two arteries تحت اسمهم anterior posterior carpal arteries.
بيدي ماسكلر للعضلات، وارتري محترم جدا اسمه كومن انتر اوسيس ارتري. كومن انتر اوسيس يعني على الانتر اوسيس ممبرين. يبقى عندنا هنا بيدي ست برانشات. ايه الست برانشات اللي بيديها؟ الالنر ارتري، انتيريور وبوستيريور النر ريكارنت، انتيريور وبوستيريور كارفال ارتريز، ماسكلر يعني للعضلات، وارتري كبير جدا اسمه كومن انتر اوسيس ارتري. يبقى الالنر ارتري ادى ست برانشات، الراديال ادى تسعه. الالنر ارتري اداني انتيريور وبوستيريور النر ريكارنت، انتيريور وبوستيريور كاربال ارتري، ماسكلار وكومن انتر اوسياس. معايا يا بنات ولا انتوا خلاص سلمتوا النمر؟ تعبتوا؟ اعترفوا. تعبتوا؟ ما هو تعبتوا بس احنا برضك هنكمل يعني، ما عندناش وقت خلاص للاسف. ممكن اقول لكم حاجه حلوه تفرحكم بس مش هقولها لكم بقى. لو جينا نبص هنا عندنا هنا ايش 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 ده ايش 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 ايه. انا ممكن اخف عليكم في البيبر الاولانيه على فكره في الامتحان، ولا خليهم زي ما خلاص مش هخف عليكم. عندنا هنا بقى لو احنا جايين فوقته دلوقتي، ادم سمعتوا ان احنا هنخف عليكم في البيبر الاولانيه في الامتحان، فكله بقى دلوقتي كويس مستني. كل دي يا روتا قلوب، بس انا عايز شوكولاتات. طب في نهايه المحاضره اقول لكم انا هعمل لكم ايه، كويس عشان تقعدوا مصحصحين معايا لغايه نهايه المحاضره، عشان انا كنت شايف ان روتا هتقفل اللي هو اللاب يعني. ايه ده لولو بتحضر المحاضرة؟ لا دي مفاجأة غير عادية. ايه ده لولو بقت مجتهدة وبتقوم من السرير كل يوم وبتحضر المحاضرات؟ بس دي لولو بعد التعجيل خالص. من الفرحة قلبك اللي هيطير اقل من شوكولاتاية، مش هقول لكم انا هعمل لكم ايه. يبقى عندنا هنا بقى والله الجبيلي لما اشوف الشوكولاته ممكن لساني يتحرك يعني. طب اقول لكم في نهايه المحاضره بس ركزوا معايا كويس، هبسطكم في نهايه المحاضره ان شاء الله بزرق. الهاند بقى يا بنات بقى فيها اربعه ارشز. ايه الاربعه ارشز اللي موجودين في الهاند بقى؟ يبقى عندنا اثنين بالمر ارشز اسمهم سوبرفيشال وديب. الديب بالمر ارش معمول من اللي بالرجل، احفظ الكلمه دي، يكمل بالارتر الثاني. السوبرفيشال بالمر ارش معمول مني بالالنر ويكمل بالارتر الثاني. وبعدين عندي تو ارشز على الكاربال بون بقى، مش في البالم بقى، على الكاربال بون اسمهم انتيريور وبوستيريور كاربال ارشز، يتعاملوا بالتساوي بين الريجر والالنر. يبقى انا عندي اربع ارشات في الهاند، انا بس عايز احفظهم كده. عندي سوبرفيشال ودي بالمر ارشز معمولين ازاي؟ السوبرفيشال بالمر ارش مني بالالنر، الديب بالمر ارش مين لي بالريديال. عندي بعد كده انتيرير وبوستير كاربال ارشز قدام الكاربال بون ورا الكاربال بون، معمولين بالتساوي بين الريديال والالنر. يبقى انا عندي اربع ارشات موجودين، اربع اقواس موجودين، سوبرفيشال وديب بالمر ارش. السوبرفيشال بالمر ارش معمول مين لي كويس بالالنر، الديب بالمر ارش معمول مين لي بالريديال، انتيرير كاربال ارش وبوستيريور كاربال ارش. الانتيريور كاربال ارش معمول بالاثنين ارترز بالتساوي الريجيال والالنر، والبوستيريور كاربال ارش معمول بالتساوي بالريجيال والالنر. كده يبقى احنا خلصنا الارتيريال سبلاي بتاع الابر ليم. ندخل على الحته الاخرانيه هي الفينس درينج اوف ذا ابر ليم. الفينز بتاعت الابر نقدر نلخصها باختصار سوبرفيشال فينز، يعني موجوده في سوبرفيشال فاشيا، وديب فين ديب تو ذا ديب فاشيا.
يبقى عندنا superficial veins و deep veins. السوبرفيشال فينز بلاقي عندنا اربعه بلكسس او ارش موجود على الدورسم اوف ذا فوت الدورسم اوف ذا هاند اسمها الدورسال فينس ارش اسمه الدورسال فينس ارش والدورسال فينس ارش دي اللي موجوده على الدورسم ادي الضوافر اهي النيلز بيبتدي منها تو فينز واحد موجود لاترال والتاني موجود ميديال اللي موجود لاترال هنسميه سيفاليك فين واللي موجود ميديال اسمه بازيليك فين سيفاليك يعني ناحيه الراس وبازيليك يعني اساسي والفين الرابع والاخير بيربط السيفاليك والبازيليك في الكيوبيتال فوسا اسمه ميديان كيوبيتال فين يبقى الفينز السطحيه اللي موجوده في الابر اربعه ايه هما نمره واحد عندي ارش اسمه دورسال فينس ارش الناس اللي هم بيعملوا فلوبوتومي او فيبانكشر اللي بياخدوا عينات دم يحبوا قوي 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 السوبرفيشال فينز من اهم الفينز طبعا الفين بتاعت الابر السوبرفيشال دي اكتر فينز بعمل فيها فيلوبوتومي او فيني بانكشرز باخد منها عينات فيبقى عندنا هنا يبقى الدورسال فينس ارش وبعدين عندي فين اسمه سيفاليك وفي فين اسمه بازيليك وفي فين بردك فيفرابل جدا للعينات اسمه ميديان كيوبيتال فين يبقى باختصار الدورسال فينس ارش موجود على الدورسم اوف ذا فوت دورسم اوف ذا هاند بتطلع لي تو فينز لاترال اسمه سيفاليك وميديان اسمه بازيليك السيفاليك يمين انا بيطلع على اللاترال اسبكت بتاع الابر وفي النهايه بينتهي بيصب في الاكزيلاري فين يبقى السيفاليك يهمني على فكره بيعدي في الاناتوميكال سناب بوكس ودي بتبقى لاند مارك بالنسبه لهم علشان ياخدوا عينه الفلبوتومي ياخدوا اللي هو عينه اللي هو بلاس سامبلينج يعني يبقى عندنا هنا السيفاليك فين بيجي بيعدي في الروف بتاع الاناتوميكال سناب بوكس وبينتهي بيصب في الاكزيلاري فين. طب البازيليك فين؟ البازيليك فين بقى بيبتدي من الميديال اسبكت وبيبقى معدي في السوبرفيشال فاشيا بس في النهايه بيتحد مع الفيني كوميتنت اللي ماشيين مع بريكيال ارتري هشرح النقطه دي دلوقتي وهيبقى اسمه اكزيلاري فين. عشان كده سموه بازيليك لان هو ده الفين الاساسي بتاع الابر لانه هيكمل في صوره الاكزيلاري فين والاكزيلاري فين ده اللي بيطلع بيصب في النهايه في السيفاليك فين يبقى تاني عندي ارش اسمه دورسال فينس ارش طلع لي فين لاترال وفين ميديال الفين اللي موجود عندي لاترال اسمه سيفاليك والفين اللي موجود ميديال اسمه بازيليك السيفاليك بينتهي في الاكزيلاري فين طب والبازيليك البازيليك بيشارك اساسي في صوره الاكزيلاري السيفاليك والبازيليك فين بيبقوا مربوطين بفين موجود في الكيوبيتال فوسا اسمه ميديان كيوبيتال فين شايفين ادي السيفاليك اهو بينتهي انه بيصب في الاكزيلاري فين البازيليك بيعمل فعلا الاكزيلاري فين الفين اللي بيربطهم هما الاثنين في الكيوبيتال فوسا اسمه ميديان كيوبيتال فين يبقى عندي سيفاليك وبازيليك والفين اللي بيربطهم اسمه ميديان كيوبيتال فين. الديب فينز بقى دي سهله جدا هي عباره عن فيني كوميتنس، فيني كوميتنس ده مصطلح يا اولاد يا بنات للفينز اللي ماشيه مع ارتريس. اي ارتري بيحب يبقى ماشي معاه بادي جارد اثنين. فالبريكيال والريديال والالنر ارتريز ماشي معاهم فيني كوميتنس. بس الفيني كوميتنس اللي ماشي مع البريكيال ارتري دول في النهايه بيتحدوا مع البازيليك ويعملوا الاكزيلاري فين يبقى هي الديب فينز الديب فينز هي الفينز اللي ماشيه مع الارتر اسمها فيني كوميتنس فيني كوميتنس ماشيه مع الريجيال فيني كوميتنس ماشيه مع الالنر فيني كوميتنس ماشيه مع البريكيال بس الفيني كوميتنس اللي ماشيه مع البريكيال في النهايه بيتحدوا مع البازيليك فين فبيبقى اسم الفين الجديد اسمه اكزيلاري فين يبقى ما هي الديب فينز فيني كوميتنس ماشيه مع الريجيال فيني كوميتنس يعني ايه فيني كوميتنس يعني فين مصاحبه فيني كوميتنس ماشيين مع الريجيال فيني كوميتنس ماشيين مع الريجيال فيني كوميتنس ماشيين مع الالنر الفيني كوميتنس دول اهو اللي ماشيين مع البريكيال بيتحدوا مع البازيليك فين ويعملوا الاكزيلاري فين يبقى دي الفينز بتاعه الابر واضح هذا الكلام واضح ان انا